جني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت كهلتي وانت شباب؟ ايه الشكوى لله، مغير ادعي له بحسن خاتمة. الله يحسن لنا ولك الخاتمة. اللهم امين. وانت ايش فيك متحجب؟ من شيء شفته اشهد ان لا اله الا الله. وش شفت؟ هذيك الغلة لعبت معاها قبيلة. حلوة يعني؟ يا رب كعب. من وين؟ انتي على كلها حتى ما تسوين حتى ظفر اصبعها صغير. والله انك تخسر يا الغبي. هذا انت اللي ما تسواه، لكن انا اسوأ. اكتشفت شيء، كم مرة انا اشوف بثوثك هنا واحصل ذوقك يا اخي ماشي. انت اي واحدة من تعجبك البنات. لا اطرف تحطين واحدة تعجبك. لا تحطين عينك علي، والله ما تفلحي الا من كان ما هنت. زينك من زينك من لا زينك. تغارين، انت تغارين من هنه. أفوه، تعرف ايش يعني أفوه؟ أغر من ايش؟ الثقة اللي الله يحرمنا منها. بعدين ليش لابسه كمامة؟ انتهت ازمة كورونا. لا والله أنا باقي عندي كورونا، ادعي لنا. الله يلحقك بها ومشهد ان لا اله الا الله. الله ليش تدعي؟ ادعي لك يعني ان الله إن الله يصلح ظهرك يا ولدي. هالمحيانة والدك. والله لو انك امي لاخذ عمرك لا اوريك الدج. لا تدع الناس، صار الدعاء يرجع عليك، انتبه. تعرفون المثل يقول تحت السواهي دواهي؟ وش قصدك؟ لا انا مهدي هني في الكومنتات، هني واحد يقول تحت السواهي فانا قلت تعرفون المثل هذا، يعني انا ما اعرفه. يعني تعرفون ام عباس يا عيال؟ أم عباس وش تسوي عندك أم عباس؟ معروفة أم عباس، ليه كنت أنت تتعاون معاها؟ شدقوك إلا نعم يتشدوك. لا يا تحليل الشخصية، انت لابسه فنية الاهلي عام 1380؟ لا هذا التيشيرت مو حق الأهلي، حسبتها الطقم ما القديم شجع حق الاهلي الأهلي. يعني. وش تشجعين أم يعني؟ عباس النصر. والله ما درى، والله ما درى عنك النصراوي. فوق حلق فوق، لا تخلي روح اجيب التيشيرت. دحين دي ارحب شعرك يا أم حقيقي ولا عباس. توصيلية؟ حقيقي ايه هذا البرنامج اللي امتحنوني في شعري؟ قولي وربك كعب انه حقيقي. رب الكعبة، شوف شعري من فوق طلع لونه الحقيقي. حور الشمري بديتي تغارين يا حور الشمري. يلا نقول قومي، بس قومي يلا نقول. تحليل الشخصية يا حبيبي يا أنت، أنا أول مرة في حياتي أشوف ولد يتدخل في شؤون البنات. تعرف إيش يعني وش الخلاء؟ عنده تحليل الشخصية هذا؟ وش عنده؟ ها؟ وش عنده تحليل يقول الشخصية أنت هذا؟ متصنعة، أنت شعرك، وش اللي ضارك يا ابن الحلال؟ يا والله ما أخذ في خاطري. كيف يا وجهه؟ الحين انت شعرك انت صبغتيه ولا هو انكب فوق ادوار غسيل؟ كنت أغسل المواعين وانكب. والله عيونك الحلوة يا أم عباس يا عمري، والله انكب فوق ادوار غسيل صح؟ انكب فوق دو غسيل ودخلت الثلاجة، ثلاجة التبريد، وصار أبيض والشكوى لله. شو دخل البراد فيها؟ ما أدري من البرد. طيب وانت كم عمرك يا 25. وانت كم عمرك يا والحقيقي؟ سعيد حمد؟ والحقيقي هو الحقيقي والله، شهر 4 الجاي ان شاء الله ادخل 26. ما شاء الله العمر كله ان شاء الله. حبيبتي وانت كم عمرك؟ 30. متأكد هذا اخر عدد؟ والله 30 والله. العمر كله ليش باين علي اكبر يعني ولا اصغر؟ احسه صار. لا عمري 30. نعم أم عباس تقول لك والله إنك ورانها تحبك، بس ذوقك في البنات مو حلو. شفت يعني؟ مو بس أنا اللي قلت كذا. طيب قولي لها رأيك هذا حطيه في جيبك لنزيد ننشدك عنه. وش فيها؟ قالت رأيها البنت.
ايوه ان رايها ما حد طلبه، ما حد نشده يعني. وش مواصفات سعيد حنش؟ مواصفاتي اني انا صليب راس ونعم من راس قوم زهراني، ما يا حد ما ليل حد ما الشخص بيجي أنا، ونعم ونعم، ما الله قلنا شيء، يسعدك. أقصد يعني وش مواصفات وين المرأة اللي يتمناها سعيد حنش؟ كل شيء الا انت. من قال لك إني أنا المرأة الحلوة؟ يا أخي العمر من كل خبرات يا المروح، أنا قص أنت، لأن كل اللي عندي لأنك أنت ما شاء الله عليك تعجبك هذه وهذه وهذه، ذوقك سهل يا أخي، تغارين انت يا بنت، فصار عشان ما عندي اعطيتك فضول. يعني وجه. معقولة جاء انت دحين الرجل انت هذاك تغارين دحين. اللي يقولون عنه يعجبه كل شيء، مقبرة ما ترد ميت، هذا أنت؟ تعرفون والله انتم كل شيء يا يعجبه. كومنت، انتم قد سمعتوا بالمهووس صح؟ هذه هي مهووسه قولي في لها سعيد حنش. مواصفاتك عند ام عباس، والله شوفي شغلك يا ام عباس. يوم مش معاه مخنفر الشيطان انت يا. هذه تعدت مرحله الهوس. هوس فيش؟ الرجاء من جميع الركاب ربط أحزمة الأمان. أرض بنطلق أحزمة الأمان، الله يجعلني معدنكم وكبسوا يلحفوا أبا التكبيس يا صبيان. ارحب بالقوة والناتي لا تروح، حي عينك والله يا القوة، الله يسعدك. ما في مستوى والله يا بنت عمي، والله لكن انت بقى في خصم حاجة بطاطس، مستودع. روح جيب مستوى. سي يو. وهنا كان لازم نتدخل. مو من شان شي، من شان صحتك يا غالي. يا عيال وجهي صار غبي بالضحكة. يا شياطين حياة مقعى. وين سنتك؟ أفلحت نشبت في التفاحة. نشبت براسي في التفاحة. استغفر الله. أقول يا شياطين، أقول الله يلعن حياة بقعة. انفقع انفقع ضرسي والله اليوم. طيب نشوف لنا واحد نلعب معه، نلعب معه، نلعب معاه من، نلعب معاه من، نلعب معاه من، معاه من. خلنا نشوف تيه. وش جابك في ذا؟ الو أهلين يا سيد الزهراني. الو، لا مسوي ما يسمع. ما في صوت. انطحس اصبعي، ترى اصبعي ما هلا طحس. طيب طيب يا اخوان، الساعة 3:30 يا حباني، الساعة 3:30. انا استاذنكم بقفل ولا يا هلا، يا مساء الخير.
يا مساء النور، هلا والله. حلوة دي. يلا حياها. يا هلا. الله يبقيك. كيف أصبحتي؟ تمام. ما أعرف أقلد زيك. أنت بهن العباية لا تنفتح يا أختي. لا لا علي يا برزة طويلة، ما عليك لا تخاف، واصلة. أقول غطي 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 العباية ولا تخلينا تلقى الدرجان؟ لا ما بتلقى الدرجان، بسم الله عليكم، انت ما بتلقى الدرجان. وفك الكمامة، مرة ضاغطة على خنافرك، ما تقدر تتنسمي. لا لا ما أحس بها، عادي أنا متعودة. رحنا يا متابعين، رحنا رحنا رحنا، عندي واحد كبس يا ولد الحلال، ارحمنا يا عرب ربي. كبس عندنا يا عرب ربي، خلي عسى. أعطانا سكور هذا، ما شاء الله تبارك الله، دحين يحكمنا. وأخبارك يا سعيد؟ قولي كبسوا 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 كبسوا. أنا أحس جاني كتمة بدالها، وربا كعبة. إيه بتفك كمامة؟ والله أنا خنقت أنا. خلاص فكيت، بس هنا بس، ما في، ما بنزلها، ما بنزلها، لا تخاف. ها شو هاتيني؟ لا لا ما بنزل الكم، ممنوع يشطب. الهدف يا متابعين، الهدف، التبل التبل. وش حاطه هدف عندك انت في الهدف يعني؟ والله مكتوب الهدف هنا تحت، وانا ما حاطه شيء والله صراحه، كذب ليش؟ بس بالبرنامج هناك بالتيك يمكن. قلبي حزين. ليش؟ روحي له. طيب قولي له يا ام عباس، انا مالي شغل، انا مالي شغل. روح اكتبي عنده في الكومنت. انا ما احب انقل حكي، والله مالي شغل. وش تقول، وش تقول ام عباس؟ تقول خليه يغني قلبي حزين. طيب خليها تيجي هي تطلبني. طيب عايد يغني، هو يقول لك خليك تجين وتطلبي من عنده. تعالي تعالي ام عباس، اطلبي اطلبي انت بنفسك. اطلبي اطلبي الاغنية عادي، اذا هي اغنية اطلبي. كذابة يا رجل، صرفت لها اسم من راسها. من اليوم قلت لهم ما يرد علي. سعيد احس ساعات نومك قليلة، ما تنام وقت كافي. ليه هذا مراقب عليك؟ هذا عيون عليك ولا وش؟ ايش دخل فيك، تنام ولا ما تنام، ايش دخل؟ لا مالي شغل افنان، ايش بك؟ مالي شغل، انا هذه حياة خاصة، مالي شغل فيها يا فنان. روح اسألوا، انا مالي شغل. الله ما احب اسال عن شيء ما يخصني، ما احب الاسئله دي اللي ما لها داعي. يمكن يا بنات تجيني كلام ما له داعي، وايش الفايده؟ بيجا لا ما لي شغل والله. انت وين، بمكتنا ولا وين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وش بلا. فكوا علينا، ايش ذنبي دحين؟ ايش سويت؟ بتنام؟ عوافي يا بعد عوافي، عسى ما يرقد غيرك. الرقابة لب روحك. انت يا نور، انت عندك اكياس دهنية في بلعومك؟ لا والله. طيب ليش صوتك مخنوق وانت ضايعة؟ لا اله الا الله، هي في اكياس دهنية، كفانا الله شرك فالك، ما قبلنا بعد الصبح. يعني كشت اللخلخة معك. معك لحمية؟ طيب معك لحمية في حلقك؟ لا والله ما في لحمية، الحمد لله ما فيني الا العافية. اي والله جابك يا ام عباس، هاي القومي كتب، يلا انا بجيبك نوشن تلقي مين كتب. اللي يسمح يقول في بث 2000، ليش؟ عادي ما يهمني، في بث 2000، في بث 3، في بث 1، في بث 0، ما يهمني عادي، ما مشكلة.
الله اكبر. هاي اسمعي اسمعي، ماشي والله ماشي مستوى، لكن بروح اجي مستوى زيد اعود عليك. ها الله يسعدك ويوفقك ويحفظك لهاشتك ويحفظ الله لهاشتك. الله يعطيك العافيه وفرصه سعيده، نشوفك على خير ان شاء الله. وانت من اهل الخير. واتسبدي اللي من الاوجاع من تبله، ايوه شو العلوم. ام عباس هذه قائده جيش الدبابات، دباب كبير هذه ام عباس. أقول الله يخبرك يا ذا الجوال. السلام عليكم. السلام. أصبحتي ولا علك. شكلك نايم انت. إي والله راجل، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الله يجعلك. أخبارك أنت يا سيد؟ والله أبد مبسوطين. قفلي قفلي أغاني 2002 هذه. بتنام؟ قفلي الاغاني هذه. مزعجة يعني؟ والله ما ما واحدة تقول لي يا خلي يا سعيد يفك الكتم. اسمها ام عباس. طيب لحظة. اشغلتينا يا ام عباس، والله اشغلتينا. الحسابات الممنوعة من التعليق ام عباس. يلا فكينا الحظر يا ام عباس، تعالي نمزح معك يا نفسي. تعالي تعالي يا ام عباس تعالي. ايش عندكم انتوا؟ اسألي اسألي اسألوا انتوا، روح عنده اسألوا. تعالي يا ام عباس. لا خليها عندي. ربي يسعدك ويرحم والديك، الله يسمع منك والقومي حضر. يلا كتمناك لكن الكتم ما نفع معك، هاو قومي حضر. حيكم اللي طبيتم. ما اكلك يا دحو ما اكلك. صباح النور. مالك دخل؟ حط لك قرآن عشان تنام؟ ايش سويتي له يا ام عباس؟ ليه صوته حلو؟ يقولون تغني صوتك حلو؟ انا لا وطلع نفسية. من اللي يقوله؟ ام عباس. يا
بالنسبة للتعليق اللي يقول يا ولد اقعد زي الرجال، الرجال ما هي بمقاعدهم، الرجال بأفعالهم يا مقعد. كيف يعني؟ ما فهمت. مو بس نفسية، قلبه لحمة؟ كيف يعني قلبه لحمة؟ شكلك جوعان يا دحوم. انت يا وش اسمك انت؟ اسرار. طيب اسمعي، انت في احد قال لك افتحي بث ولا باخذ عمرك؟ نفسيا يعني شايفني؟ لا بس انت مجبوره على البث يعني؟ لا لا ليه؟ انا كذا اسولف مع اللي جاني من عندك، قاعدين يحشون فيك. اقرا التعليقات شوف، يقول اسألي عن إيلاف، اسألي عن مدري مين، اسألي. بعدين هذا أسلوبي، ما أخذ وضعية سكرتيرة يعني أنت صح؟ يلا تشرفت فيك. الله يسعدك، مع السلامة. ليش البث بارد؟ حطه في الميكروويف. والله انها حلوة يا مريض يا معقد. وش فيك منفس مو زي التيك توك؟ والله اني فاتح من زمان، والله فتحت ساعتين ونص في التيك توك ودحين فاتح ساعتين هنا، فخلاص يعني من جد من جد برامج البثوث هذه استنزفت طاقتي والله. سعيد نبغى منك طلب، اطلب حبيبي. صباح الورد. يلا حيها. اخبارك؟ ولا علك. بخير اذا انت بخير. الله يجعلها، ما شاء الله اشوف لي حمار مدري حصان مدري شو اسمه. حصان حصان يا سعيدي حصان. ما شاء الله طلعت قروش شي نعمة يا حمد. الحمد لله والله العظيم يا سعيد، ادعي للي رزقني إن يرزق أضعاف أضعافها. الله يرزقك إن شاء الله، أسأل الله. سعيد لبيك. يا ماي جاد، يوم يقول لبيك أنا ما أضيع. أنت ناوي تحكمني والله العظيم إني من اليوم مجلودة من اليوم، فنفد عينك خلي حكمك خفيف. حتى لو فزت أنا أحكميني أنت ماشي زح. لا والله أنا خسرانة وأحكمك ليه؟ أصلا شوفي حتى عروقي يدي ترى بتتفقع من الضغط. سلامة قلبك، ضغط الله يضغطك، هاي آمين. ليه؟ مين يقول لي منهم؟ بس قولي منهم. ناس انه سخي. حسيبهم واحد الله. واحد اسمها أم عباس عندك، لأن منها جت عليك وجه الله انفخيها. أم عباس فاتن طلبتك؟ هي هذي. هي القميها، بالله لقميها عليك وجه الله. تقول طلبتك تكلمين سعيد. قلت غني وحضرني، ليه يا سعيد؟ تقول غني بأخلاقك. ما هو غني، تقول غني نفرابك. هيا عليك وجه الله انفخيها. سعيد أنا أعزك بس تراها طيبة. والله إنك شكلك حتنتظرين معها. لا والله يا سعيد والله العظيم أنا عروق. طيب لحظة، أنت لما غنيت يوم طلبتك البنت؟ وش أغني يا بنت حلال؟ أغني اصبري. تطقطقين معه وزعل؟ لا ما زعل، ما يزعل والله نفد عينه ما يزعل. لا لا ضعيف هيكم. تقول والله ما عاد ترسل لك ولا شيء. والله ما خلاص الى من بكره ان شاء الله وارفع الحظر، اما اليوم والله تقعد بدون. سعيد تخيل كثير كاتبين يتغلى ما يغني لنا، ليه يا سعيد؟
صوتي ده ما يا بنت حلال، صوتي ده ما صوتك طما بس يحبوني يحبوني يا سعيد. انا صوتي ده ما طيب وش اسوي بك؟ يحبونه والله يا بنت حلال. اقسم بالله انك من فنجانته يوم مع عباس، كلنا من فنجان سعيد. ويلي ايش سوي انت؟ وش بك لذا الدرجة معصب؟ لا بس قاعد اكنس الفرشة حقيقي. مستقعد اقسم بالله اعرف سعيد مستقعد لكم ترى، والله اعرفه. ادي مكيف سمعت ام عباس لب بعينك، شوفي اذا جاز لسعيد بيفتح لك بيشيلك اللي هذي فاتن. ما عليك ما عليكم، في لحد دبل الله لا يوفق عدوينك، ما في لحد دبل فاتن. عيوني لب عيوني شكلي جاه النوم بس افلحت افلح اكلت لي تفاحة وانكسر ضرسي. سلامتك والله يا ويل حالي افلحت. الله يعوضك بسن ذهب يا سعيد. تعرف سن الذهب حق الجدات مثل جدتي. سعيد انا من يوم شفتك لابسه قبعتي هاي حقه التخرج وانا غاسل يديمك. ما تخرج يا سعيد، هذه مسويه كابتن جاك وبصير بالتب الاول، والله لا صرت التب الاول ولا شيء. انتم مش فيكم كلكم حضركم سعيد، اللي محضرها سعيد تستاهل، هي هاي تهجد نفروبكم. جايتني فكي خلي سعيد يفكني من التكتك، وهذا نفروبكم هي هجد عني انا من يومكم محكومه. خلونا نروق على سعيد اقل شيء. ايه يا سعيد والله العظيم شفت سناباتك، بس انا لحقتها ان شاء الله انبسطت بدبي. والله يشيل عمي يا حمد. الحمد لله الله يزيد النعم عليك اضعاف مضاعفه يا عيني. الله يسمع منك ان شاء الله. يا اخي اخاف من هدوك ذا، اخاف منه قسم بالله. بذمتك عندك بلاك؟ خليه ينفربه من البدايه ونحكي مو خلاص. ها صح؟ ايش بلاك عندك صح؟ لا والله ما هو عندي اشوا عشان ما نحكي من اليوم من الحكومه قسم بالله. شايب شايب شايب. لا 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 صوتي مو حلو. بتنحكم يا سعيد؟ هات احكامك يا اسعد قبل ما والله تمام ياسر، انت كيفكم؟ احكامي تستغفر 10 مرات، انا انت وانا والموجودين عندي وعندك. ابد ماشي زحمه يزيني كيف سعيد. ها انت بس يلا احكم يا زينك يا سعيد تقولين؟ اي والله تشيك ولا حبه يعني. سعيد ما مضيق خاطرك انت في شفت اللي ما اعرف اقولها، بس انه في شيء بخاطرك. وش هو؟ والله ما في والله ما في ولا حبه، لكن اسمعي انا بفلح اجيب مستوى وزيد اعود. انا اللي بقول هذا الكلام، انت تبون مستوى يا سعيد كله، تدري اني انبسط اذا دخلت معاك يا شهد الله. قطع الله روح مجار 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 سنابي. كل الناس يقولون اللي انت سنابي عندك ابد شو اسمه تابعي سناباتي وابد ماشي زحمه والله. يا سعيد السناب لا السناب لا ترى تابعك بس بحساب ثاني عشان ما تعرف اني مكتوب فاتن، غيرت حسابي باسم ثاني خليتي جمعه. لا بركه باسم جدتي. انا افداكم والله نمزح والله نمزح. سعيد تامر شيء والله ما بطول الله عنك. يرضى عليك سلمي وسلمي انا افداك بالتوفيق. ادعناك الله الله يسعد.
الله شكلي برقد واسحب عليكم كلكم. طيب اسمعوا يا حبان، انا بقفل اروح اخذ لي حاجه اكلها، اروح اتوضا واصلي واطلب الله سنابي في البايو، بالله اللي ما ضافني يضيفني تكفى. الله يعطيكم العافيه، شكرا داعمين ومكبسين ومشيرين، نشوفكم على خير.